جوهرة اف ام، جوهرة اف ام، الدنيا وما فيها. يمكن في المشروع ثم لاند ماركس، يعني ثم مشاريع. تو تتذكر انت دول العالم كله سورتو احنا دائما نقتبس من تجربه دبي. اول ما بداوا عملوا برج العرب، من بعد النخل، بعد برج سو تو ماركت هالمدينه هذه، يلزمنا حاجات المباني تبدا لاند مارك باش تسوقها في العالم. اذا كان تلاحظ انت في المشروع فهمتني، فما حاجات رائعه جدا، ابراز الجوهر مثلا فهمتني. واحنا في جوهرة اي واحنا في جوهرة مثلا، فما بعض المشاريع عاملينهم ديزاينر من نخبة ما فما في العالم، وكانوا حاضرين. وتمنيت نهار ثلاثة وقتها حضروا فازيليا، ذا روسي فرنساوي عامل، وجاي معاه شركة أمريكية للتنفيذ، وجايبين تمويل سعودي. شفتك التركيبة محلاها، شفت ما بنها أوكي، واللي باش يخدموا فيه توينس هذا كل يعطي ضمانات كبيرة معناها للتوينس اللي باش يخدموا فيه. احنا في البريزونتاسيون يمكن شافوا الناس واو يا سيدي، راه أقل من الحقيقة. الحقيقة هي عندي، كان وريها لك تو تشوف. سو إذا عندنا هدف باش نكونوا ذا بيست وباش نكونوا يونيك اند ديفيرنت، يونيك ديفيرون، لازمنا نخدم ولازم الناس كلها تتكاتف، ولازم وي ثينك بيك. وصدقني رانا النجم، ورانا النجم، رانا النجم. أنا لازمنا نكونوا كبار من اللون، ونخموا ان نكونوا كبار. سيريز قبل ما ندخلوا في التفاصيل نتاع التمويل وغير ذلك، نجموا حتى ندخلوا فيهم مع الاستاذ سي طيب. لكن حبيت نعرف مثلا باش تدخل في لي مول، في المراكز التجاريه الكبرى، باش تدخل لي برودوي نتاع العالم الكل، اكبر الماركات العالمي باش تكون متواجده، ما ياثرش في الماركات المحليه التونسيه؟ اكيد أثر عليها؟ أكيد. أما هاو باش نجاوبك سي محمد، حتى التنافس بعيد على بعضه برشا. أي هاو باش نكلمه، باش نجاوبك سي محمد. اللي شفته هذايا راه ماهوش احنا في ديلا ونهار ولا في ثلاث سنين الوالي، راهو عندنا خبراء ولجان ومكونين لجان إن شاء الله العظيم مع الحكومات باش ندرسوا كل الإمباكت نتاع الأشياء هذه، وسوف نقسمه تدريجيا اللي بحول الله العلي العظيم. وقت اللي توصل فما حاجات يبدا القدرة الشرائية للمواطن التونسي تتماشى خلطت مع خلطت. سو ما نشروا نحضروا كل شيء، فما مراحله فما خدمة تخدم ليش خلنا نعطيك أنا وقتاش نبدأ الساعة خلي تبدأ أول كونستركشن، نشوفوا الماكينات هبطت وبدأت تحفر. خلنا نعطيك لك أنت مشروع كما هذا مشروع ضخم أوكي. في البداية ثلاث سنين الأولى باش تبدأ فما خدمة ويبدأ خلق الوظائف. وعلى فكرة بدينا في توظيف التوانسة والكفاءات التونسية في جميع أنحاء العالم. قولي كيفاش؟ الشركات اللي احنا شركائهم بداوا يعملوا في ريكروتمون للكفاءات نتاع تونس باش يفهموا تونس. ديجا هذايا حاجة اللي نأكد لك توا فما آلاف من التوانسة توظفوا، مش توظفوا كيك، توظفوا في مراتب عليا وتوظفوا كونسلتنج ادفايزر، يعني مش مستشارين معناها. هذا ما الشركات نتاعنا بداوا يوظفوا. احنا ثلاث سنين الاولى باش نخدموا برشا على البنيه التحتيه، باش نحاولوا نحضروا البنيه التحتيه للمدن كلها. لكن في نفس الوقت فما مشاريع حاضره دكوردو، ومشاريع حاضره تعرفت النيو تكنولوجي في البناء وسرعه البناء اللي باش تبدا بحول الله العظيم باش تبدا دي بري فابريكي، معناها باش يركب الكل مع بعضه باذن الله. فما التكنولوجي احنا ما نفضلوش بري فابريكي، اللي باش نفضلوا فما دي تكنولوجي وجايبينها وسبيسيال شريناها اون اكسكلوسيف لتونس باش نعملوا حاجات كما كنت نحكي لك، معناها حاجات بحول الله العظيم رائع. بون الثلاث سنين الاولى باش تبدا مثلا في المنطقه الصناعيه نبدا الفيرست بارت، المنطقه اللوجستيه الفيرست بارت في الفيز 1 المرحله او الجزء الاول في المرحله الاولى. المدينه الاعلاميه باش تبدا تطلع بشوي بشوي، مي بعد ثلاث سنين وبحول الله العظيم ان شاء الله تبدا نسبه كبيره جدا من البنيه التحتيه حاضره، وقتها باش تبدا الورش ويبدا العمل ويبدا الانجاز ويبدا كل شهر واحنا عندنا افتتاح وكل شهر عندنا حاجه جديده الحمد لله. هذا هزيتنا انت توا للمدينه العالميه، لكن بصراحه كلامك يهزنا اون 3 دي قال كيما شفنا البروجيكسيون كمان. راه هذايا والله العظيم، يعني لو كان علاش انا حبيت انا الاعلام
يلزمنا باش نعاود خاطر نهار الثلاثاء العشية خصصناها للشيء بروفيسيونيل العملي شيء في أرقام في أسماء شركات جبنا الممولين وعرضوا عروض رائعة موجودة تكوردو مي يلزمنا كيما خلي سي طيب وحنا نتباحثوا في كيفاش نزيدوا نوصلوا أكثر معلومات باش يطمن الشعب التونسي اللي تليع وعنده الحق من المشاريع الكبرى وفي الأخر ما فما شيء مي احنا يلزمنا باش نوصلوا هالمعلومات هذه اللي هي موجودة اللي هي الخبراء اللي يسمعوا فيها والناس المختصين كي يشوفوا هالدراسات هذه ويشوفوا الأسماء ويشوفوا يطمنوا وينجموا هم يساعدونا باش يزيدوا يطمنوا الشعب التونسي المدينة العالمية قبل المدينة العالمية خاطر أنا وعدت أنه سي طيب لأنه هو سي طيب زاد نائب الرئيس والمكلف للشؤون المالية معناها هو عنده فكرة على الحكاية الأمور متاع الفلوس ومتاع سي رياض دكتور رياض تنجم معناها بعد إذنك تعطينا بعض أرقام اللي برشا ناس قالوا أرقام خيالية نعم. وبرشا اللي قالوا أرقام معقولة مقارنة مع الإنجاز اللي باش يصير مش شوية معناها لكن ميزانية تونس ثلاث سنين بكلها معناها باهي سيد الكريم 50 مليار دولار على 15 سنة باش تبني 90 كيلومتر مربع اوكي ونسبة البناء الطابقي باش تولي عندك 180 مليون متر مربع راهي حسابيا إذا يسمعوا فيه خبراء وناس ديزكسبير يقول لك جماعة هذا راهو نقصوا شوي وحنا نقصنا زاد باش من مي راهو مبلغ معقول جدا ومنطقي جدا وواقعي جدا ويمكن اقل من الواقعي هذا كي مقارنه مع القوه الانجازيه يس يوسي شفت المدينه تو بيلد باش تبني مدينه كما هذيك اوكي يا خويا شنو المشكله اختي عندنا ناس تامنوا بتونس ومستثمرين يامنوا بتونس وجايين ومستعين وجايين واثبتوا اللي هم مستعدين باش يمولوا باش يستثمروا ما حطوش فلوسهم في الهويه معناها جاوا يعملوا على المقدمين شوف احنا توانسه يمكن حب في تونس وحماسه الناس هذوما راهم جايين يعزروا يتعاونوا وحب في تونس راهو عاملوا دراساتهم وفات عليهم فرص في دول اخرى ما يحبوش يتفوتوا عليها المره هذه في دبي فات عليهم برشا فرص وقت اللي كان المشروع السهم تاعه بخمسة دولار وبعد عام يولي خمسين وبعد عامين وكانت أشياء الكوست بتاعها بإكس أماونت وبعد عام ولت فوا سانك فوا سيس وبعد خمس سنين وكذا راهو في تونس هذه يشوفوا فيها فرصة وهذه المدينة المتكاملة باش تكمل بحول هذا دبي ويحبوا هما يكونوا من السباقين وعاملين ببروا عليك دراسات وعلى تونس وعلى ما هم جايين كيكا يعني مدينة المدينة العالمية أيوة خطر ذي احنا جونا شنو باش يكون فيها باش تكون فيها بعض قنوات جديده استقطاب للقنوات الدوليه معناها كيما مش عارف انا سي ان ان وبي بي سي و ماشي الديكورات زاد نتاع افلام مسلسلات شنو مكوناتها يا سيدي سي محمد يظهر لي يمكن هو راهو عنده شويه معلومات قبلكم اوكي كيما قلنا احنا راهو اللي نجحنا في المشروع هذا من فضل الله العظيم ان دائما ان نفكروا بطريقه يونيك اند ديفرنت بطريقه فريده مختلفه واحد وخذينا امثله نتاع تجارب ناجحه في العالم اللي مثلا اليابان ماهيش دوله اختراعات دوله تطوير الاختراعات معناها ناخذوا الاخر ونزيدوا نطوروا جينا عملنا دراسه على الميديا والاعلام مش في تونس في شمال افريقيا في افريقيا المنطقة. وفي المنطقه حتى اوروبا اوكي وات از ميسينغ شنو هو الحاجات الناقصه وشنو الإضافة اللي نجموا ان نقدموها قلنا احنا تو هاو عندنا اخواننا والممولين والمستثمرين وعندنا الفلوس وعندنا الخبرات وعندنا كذا هاي نبدو نخدموا على احنا كيما بالطريقه التقليديه وكذا وكذا ونبنوا مدينه مش صحيح يلزمنا وادابت نتبنى تجارب ناجحه وين وصلت هي احنا باش نزيدوا جينا شركات اللي عملت مدينه دبي الاعلاميه كثر خيرهم وعملنا عقود واتفاقيات وتاسيس شركات باش تكون مدينه نستفادوا منها من التجربه ومن الكلاينتس من الحرفاء نتاعهم ونطورها جزء اخر من الدراسه يا سيدي احنا تونس رانا عندنا باع راهو في صناعه السينما وبرشا افلام في العالم راهي تصورت في تونس مي شقائنا في المغرب واحنا رانا نكملوه ما نتنافسوش معاه تاكوردو طوروا علينا برشا تاكوردو بون انا حل من الاثنين يا نحطوا برشا فلوس وبرشا كذا ونبدو نجروا معناها فهمتني وبيا كيف كيف نجيبوا تجربه ناجحه وموجوده في العالم واتجه فريق كامل الى بوليود كيف في الهند وبدينا في مفاوضات معاه نلقوا اللي احنا وياهم نتقاسموا نفس الرؤيه اللي هما يحبوا يكون عندهم هاب
في هالمنطقة هذه. أي نعم. أنت لو كان تلاحظ في السنوات الأخيرة وليد اللي بداوا يتواجدوا في الدول العربية حتى في الدول الأوروبية والدول الأفريقية، تشوف الأفلام الهندية ومسلسلات ومسلسلات وراو عندهم إنتاج رائع جدا. صحيح. أوكي. مي ما عندهمش تواجد، عندهم في دبي نبنى وكذا للتسويق. أوكي. باش يمشوا يتصوروا فيلم في سويسرا يهزوا سو شمع شيخ على فكرة. أوكي. وبدينا بدينا ما قلت لك راهو مازالش على بالي جبنا الحكايه فوالا فوالا واتفقنا بحول الله العظيم في المدينه الاعلام باش يكون عندنا جزء لصناعه السينما وشرطنا عليه ياكوردو التكوين باش تحطوا لنا مراكز تكوين الفنيين بطريقه أوروبية. معنا باش نزيدوا راهو نحن التاتش متاعنا والكي مش توانسة برك، التوانسة والمنطقة الكل داكوردو باش يولي عنا مدينة بحولها إعلامية فيها الجزء الإعلامي اللي حكينا عليه وفيها الجزء لصناعة السينما. وسوف أفاجئك بعد فترة لأنه الدراسة ونعطيك في المجال الإعلامي يا سيد الكريم. العائلة أو الشركة الكبيرة اوريدي عندها علاقات عالمية وباش تجيب نيمز أسماء أوكي من أقوى الأسلام الأسماء في صناعة السينما. علاش استختصوا كان في السينما ما فماش اذاعات ما فماش تلفزيات ما محطات تلفزيون. انا نحكي لك على اجزاء شكون محطات تلفزيه محطات اذاعيه باش يكون راهو تطوير الاعلام وباش يكون راهو فما باش نعملوا مسارح وباش نعملوا فكره الافكار اللي احنا نطوروا فيها اللي التراث الموسيقي التونسي وتطويره فهمتي سي محمد معناها بطريقة علمية ومدروسة وعنا بسم الله ما شاء الله يعني تعرف شنو يفرحني دكتور تو كي تشوف الأحزاب تو اللي يتعاركوا على المناصب غير ذلك عمرهم ما فكروا في الثقافة بقلة معناها وتشوف أنا أنه مشروع معناها حقهم ما يخممش فيها ثقافة ما يهموش في حاجة بالاقتصاد وقت اللي هي ثقافة حل من الحلول الكبرى في دفع تونس في التطور الاقتصادي. عندنا الأخبار نزيدك عادة سكوب عندنا في وسط المدينة الإعلامية باش يكون مركز متاع ديسان أنيمي okay. مركز متاع ديسان أنيمي 2D و3D و3D وهذايا ننصحكم باش تستدعوا سي محمد الزغلامي وسوف يثلج قلوبكم وصدوركم. سي محمد الزغلامي هذا هذايا سي طيب الطالبي ينسقوا معه ينسقوا معه سوف يثلج بالارقام والانجازات مش باش ننجزوا لا انجزنا اوكي وشكون معنا وشكون الشركات وما نحرقلوش هو حصته استدعوه توتشيخو. دكتور رياض قبل ما نختم معك اللقاء حبيت نعرف مدى تجاوب قوى المجتمع المدني القوى السياسية في البلاد ممثلين عن الشعب في المجلس التأسيسي مع هذا المشروع مختلف مكوناته وشنو تنجم تضيف للاقتصاد الوطني والثقافة البلاد في قادم الأيام. سي وليد باش نفاجئك بحاجة احنا قبل ما نعلن على المشروع قبل ما نعرض المشروع قابلنا فريق العمل كله قابلنا تقريب الأحزاب مش الكل أما أغلبها ورؤساء الأحزاب فوجئت كان في الوفد أوروبيين خليجيين فوجئت اللي فما التوافق كبير جدا على مشروع مدينة تونس الاقتصادية وحماستهم ورغبتهم في دعم هالمشروع لكن في إطار عدم استعمال المشروع لأغراض سياسية أو حزبية. راهو مشروع تونس راهو مشروع كل تونس مش خاطر الانتخابات ابدا ما عنده حتى علاقه رانا نبنوا على 20 سنه يا خويا رانا مانيش ما عنده مش مربوطين بحكومه معينه ولا بفتره معينه نتكلم على مستقبل البلاد. علاش الفتره هذه راهو كان فما مؤتمر رائع جدا قام به سي مهدي جمعه والراجل خدم معناها ومانيش نشكر فيه لكن على الاقل خلينا نبدلوا العقليه اللي غلط يا خويا خلينا نحاسبه واللي نجح واللي عمل انجازات خلينا نشكره عيب لا ماهوش راهو حقه راهو راجل خدم راهو راجل تعب راهو راجل فريمون ربي يعلم بحواله كيفاش قاعد يعاني في الوضع اللي هو فيه وعمل مؤتمر رائع جدا 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 ثمانيه ما تخيلش هذاك اش مدى تاثيره على المستثمرين بتاعي اللي كنت نقنع فيه فيهم اشهر وسنين اثبته
اوكي وروحت الناس مش شيخه فرحانة. مش فرحان حتى سالوني توقيع اتفاقيه ومذكره يودي انا موقعين احنا هذا يا راهو جبنا احنا العرض باش نطمنوا مستثمرينا وروحوا فرحانين على الاخر الحمد لله رب. بالنسبه للشركاء نتاعك دكتور رياض شركائي هذه مناسبه عاد شنو باش نشكر اول شيء كل من امن بنا وكل من امن بتونس وكل من دعمنا وبالاخص اخواننا واشقائنا في المملكه العربيه السعوديه اللي مؤمنين بتونس واللي دعمونا من بدايه العمل اوكي واللي راهو في وسط 2013 وتعرفوا شنو اللي صار في تونس راهو برشا مستثمرين من دول اخرى انسحبوا دكور وفما دول بقاو وقاو صامدين ومعانا وضاعفوا استثماراتهم ودول الخليج دول العربيه اخواننا في فرنسا يعني بصراحة يعني فرنساويين أثلجوا صدورنا باهتمامهم وحماسهم والشركات يعني شيء رائع وأوروبا ككل والعالم ككل كنت نحكي لك من الهند من البرازيل من موسكو من روسيا من العالم أجمع احنا بلاد حب شعب متحضر شعب بشوش شعب كريم شعب يتعايش مع يتأقلم يعني. مع يتأقلم مع سو بناء مدينة عالمية في تونس بهالطريقة هذه لا يمكن أن تبنى إلا عن حب أوكي؟ وهذا اللي احنا حارسين ونحسوا به كل الناس تخدم رأي بحب أوكي؟ الحمد لله وهالميساج نحب نوصله لتونس الكل رانا يزينا من اللي تعدى احنا يس باش نختموا اللقاء حكينا بك شوية على مدينة الإعلامية ومكوناتها وشنو تنجم تضيف للقطاع الإعلامي والقطاع الثقافي والسينمائي والتلفزيوني وغيره مستمعين جوهرة اف ام راهو برشا يحبوا الثقافة لكن فما جانب كبير برشا زاد يحب الرياضة طمنا شنو يستنى فينا في الرياضة في تونس يا سيدي الكريم قلت لك سوف نفاجئ بالخير وبمفاجآت صار من العمل اللي عملناه راهو أربع سنين وناس تخدم مش يراو اليوم ولا اوكي احنا عندنا في مدينه تونس الاقتصاديه مدينه اعلاميه اوكي رياضيه اوكي كي جينا نفكروا وحطينا ان ثينك تانك وجبنا خبراء عالميين منهم ارينا كوم الالمانيه وشركات عالميه حتى من البرازيل ونفكروا كيفاش نجموا نعملوا مدينه رياضيه مميزه اوكي من ضمن الدراسات والاستشارات عندنا موقع رائع قربنا من اوروبا ايش نقصنا في تونس نقصنا التكنولوجي نقصنا المراكز التأهيلية المراكز العلاجية في الرياضة اللي باش نجموا نستقطبوا الفرق باش تعمل تربصات وتدريبات وعلاجات اوكي لازمنا هاي تكنولوجي سو المدينة الرياضية فيها هاي تكنولوجي هوسبيتالز يعني من افضل التقنيات وتركيبة هالمدينة الرياضية هذه باش تكون فريدة في العالم في هالناحية هذه اوكي شنعطيك توا شنيك القبة الكبيرة اللي تتحل وتتسكر هذاك سيتان تيرا هذاك تيرا معناها ما تحرقونيش يا خويا شفناه في انت كنت باش تقول لنا حاجة توا قبل ما تنسى دكتور قبل ما ننسى بون باش نعطيك من الحاجات اللي اسمع ما تاخذ معناها دور باش نعطيك سكوب محمد انت راك قعدت مي من المشاريع اللي تحت الدراسة وندرسوا عليها وشوف الغرب كيفاش يفكر اوكي احنا عندناش توا امل باش نهزوا كاس العالم في الخمسين سنة الجاية ما عندناش هكا ولا مي دراسة يقوموا بها اللي احنا كيفاش نجموا بعد 20 سنة نجموا يقولوا عنا امكان هذه كاس العالم سوف يكون صندوق اوكي تمويلي مو احنا نستفيدوا من التمويل اللي عندنا ولا وفي خبرات عالمية وباش نكونوا شباب اللي باش يلعب بعد 20 سنة قداش عمره تو تو عمره فما اللي مازال ما تولدش فما اللي مازال ما تولدش وفما اللي عمره عام وفما اللي عمره 5 سنين ماكس كي تبدا عندك اكاديمي اوكي شنو اللي ناقص احنا تونس 78 كنا رائعين وقفنا فم اوكي ناقصنا اللياقه البدنيه والانضباط داكوردو والفنيات التأطير ما والتأطير و و و والتكنولوجيا يعطيك صح كي هذوما في مدينه الرياضيه يكونوا متواجدين اوكي ونجو احنا باش نعملوا اكاديمي ونحطوا 500 معناها 500 شاب في مثلا في الفوتبول ونبدو نخدموا عليهم قرايتهم وتعليمهم و و و خير 500 هم بيشاركوا في كاس العالم مش 500 فما 30 فما والباقي كي يتكونوا على المستوى هذا ديجا كي باش تبيعهم هذوما ديجا مكسب كبير رائع جدا ومساهمه منا في الفرق العالمية سو انا نحكي باش تقنع المستثمرين والمولين راهو مشروع ناجح جدا نعم تاكوردو سو وتوا بحول الله العظيم وقت تكمل الدراسه
بقدرة ربي تشوفوا حاجات تصر إن شاء الله. في وسط المشاريع هذه في المدينة الرياضية عندنا مشروع يونيك اند ديفرنت في العالم سنو فالي وتم تقديمه وتنجيبوا لكم اكبر مدينه ثلجيه في العالم تزحلق. اوكي راهو مانيش احنا معناها لا اتس ماتر فاكت بالسيف عليها الشركه العالميه هذه عملت دراساتها وفي الدراسات اللي هو اللي الالعاب الجليديه فما شهرين في العام ماكسيموم 3 شهور وتسعة شهور ما فما شيء. نفكروا باش يعملوا اكبر مدينه جليديه في العالم. اوكي 12 شهر يعطيك الصحه في الشتاء ولا في الصيف نزحلقوا على سيتا تري جران بروجي زوز مليون متر مربع في كل شيء. اوكي ما شاء الله يا سيدي نورتونا وشرفتونا بزيارتكم ان شاء الله ماشي الزياره الاخرانيه زياره الاولى وتليها زيارات اخرى باش نتكلموا ونتبعوا هذا المشروع بمختلف مكوناته فتره بفتره ومرحله بمرحله ان شاء الله. جوهره اف ام الدنيا وما فيها